نعم المظاهرات ليست عفوية على الإطلاق، خطط لها في قاعدة عين الأسد، هذه معلومات أنا تحدثت عنها طيب بالتفصيل، وتحدث عنها قبل اندلاعها أيضا سماحة الشيخ قيس الخزعلي، ومعلومات وصلت إلى القيادة العراقية آنذاك، وكان هنالك مخطط لانقلاب كبير بدأوه بعزل رئيس جهاز المخابرات، عفوا جهاز مكافحة الإرهاب الحالي السيد الساعدي عبد الوهاب الساعدي. وتعرف أيضا أن السيد عبد الوهاب الساعدي كان يلتقي بالولايات بمسؤولين أمريكيين في السفارة الأمريكية، والتقى مبعوثا صهيونيا مسؤولا عما يسمى بالربيع العربي، وهذا معروف الأمر، يعني هذه الصور الموجودة ومنشورة، وحركوا مظاهرات بهذا الشكل بحجة المطالبة بمطالب خدمية، وهي مشروعة، يعني المظاهرات التي تطالب بمطالب خدمية مشروعة، لكن هذه المظاهرات التي اندلعت في الأول من تشرين، لا لا لا، خطط لها ودبر لها، وهناك وثائق، أموال دفعت في الأردن لبعض الشخصيات، وبعض القنوات متورطة في هذا الموضوع، واجتمعوا في قاعدة عين الأسد، وحتى بعض الشيعة متورطون، وأيضا بعض السنة من المشاركين في العملية السياسية. انت لاحظت اشو رسم المظاهرات ومظاهرات وفساد، وبس بس بالجنوب، وبس بالاماكن الشيعيه، الاماكن الكرديه والاماكن السنيه التي دمروها، خاصه المناطق السنيه التي تم تدميرها من قبل الولايات المتحده الامريكيه والمنظمات الارهابيه التي اسستها كداعش مثلا والقاعده وقبلها، كل تلك المنظمات الان يريدون ان يدمروا او يكرروا نفس السيناريو في المناطق الشيعيه.